قام الدكتور الخضر ناصر الأسور رئيس جامعة عدن بمعية مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أحمد المدخلي، قام بزيارة تفقدية لكلية الصيدلة بجامعة عدن استعدادا لافتتاح مشروع مختبرات كلية الصيدلة بالجامعة بدعم من المملكة العربية السعودية الشقيقة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته الزميلة انتصار عبد الجليل. تفقد الدكتور الخضر ناصر الأسور جامعة عدن بمعية الأخ أحمد المدخلي مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن صباح اليوم بكلية الصيدلة بجامعة عدن الاستعدادات الأولية لافتتاح مشروع مختبرات كلية الصيدلة بجامعة عدن، والتي تأتي بدعم المملكة العربية السعودية ممثلة بالبرنامج السعودي لتنمية إعادة إعمار اليمن وتنفيذ شركة جنرال لابوراتوري والتي كلفت حوالي 6 مليون دولار. خلال الزيارة التفقدية أكد الدكتور خضر ناصر الأسور أن نهاية شهر أكتوبر سيتم افتتاح مختبرات الكلية. اليوم نحن في رحاب جامعة عدن في كلية الصيدلة زيارة تفقدية لسير مشروع تجهيز مختبرات كلية الصيدلة، طبعا هذا بالدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. نحن هنا اليوم مع الأستاذ أحمد المدخلي ممثل البرنامج في اليمن في عدن بالذات، نقول لهم شكرا جزيلا. الشكر أيضا موصول لسعادة السفير محمد سعيد آل جابر المدير التنفيذي أو للبرنامج تنمية وإعمار اليمن وكل العاملين في هذا البرنامج الذين هم معنا خطوة بخطوة لإعادة جامعة عدن إلى وضعها الأكاديمي من خلال تجهيز هذه المختبرات، طبعا مختبرات كلية الصيدلة بالإضافة إلى مختبرات كلية الحقوق، وهذه المختبرات ستكون خير داعم للجانب العملي الجانب الأكاديمي لأكثر من مؤسسة أكاديمية وبحثية في اليمن بالإضافة إلى خدماتها في مجال البحث الجنائي وغيره. شكرا جزيلا. اليوم نحن في هذه تعتبر زيارة تفقدية، وإن شاء الله بيكون تدشين الافتتاح الأول بيكون إن شاء الله مع نهاية شهر أكتوبر. شكر الجزيل لكل العاملين في هذا المشروع، نرى بارقة أمل إن شاء الله لتنمية وإعمار اليمن. شكرا جزيلا لكم. من جانبي أكد الدكتور صالح الجفري عميد كلية الصيدلة جامعة عدن على أهمية هذا المشروع الذي سيحقق نقطة فارقة في الكلية وسيخدم باقي كليات جامعة عدن. طبعا مشروع كلية الصيدلة الممول طبعا بدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة يعتبر هو المشروع المهم جدا والذي سينقل الكلية إلى نقطة هامة جدا في تاريخها. طبعا ستوفر لدينا تقريبا 28 مختبر مجهزة تجهيز بمستوى عالي بمستوى حديث يناهض الكليات الموجودة في الوطن العربي وفي العالم كله. طبعا هو مشروع مهم جدا ليس فقط للكلية أو للجامعة، ولكن هو أيضا للعدن لليمن للمحيط كله. سوف يخدم بدرجة رئيسية طلاب كلية الصيدلة التي تجاوز عددهم 1100 طالب وطالبة، وسوف يخدم أيضا طلاب العلوم وطلاب الطب وطلاب الهندسة في كثير من المجالات. طبعا مشروع مهم جدا وهذا يعتبر مشروع تاريخي، نحن نعتز به ونعتز بكل القائمين عليه واللي ساهموا وساعدوا في إنجاحه بدرجة رئيسية قيادة جامعة عدن ممثلة بالأستاذ الدكتور خضر ناصر الأسور وممثلة أيضا بالبرنامج برنامج الإنماء أو برنامج التنمية السعودي. طبعا أنا باسمي شخصيا وباسم كل أعضاء ومنتسبين كلية الصيدلة نشكرهم وشكر جزيل جدا على هذا المشروع الرائع. الدكتور أبو بكر براحيم مدير الشارات الهندسية بجامعة عدن أكد أن هناك جهود كبيرة تبذل في إنجاح هذا المشروع العملاق الذي يأتي بتمويل من الشقاء المملكة العربية السعودية. وجودنا هنا ما هو إلا تأكيد العملي للمشروع وليس عملية دعائية، وإنما هناك أمامنا مشروع نفتخر به والجامعة تفتخر به لأنه سوف يقوم بنقلة نوعية للجامعة وخاصة كلية الصيدلة وكلية الحقوق. طبعا المشروع يحتوي على عدد من المختبرات والتجهيزات الحديثة
وتكلفة المشروع 6 مليون دولار، وهي عبارة عن منحة من المملكة العربية السعودية، وهذه تعتبر إضافة لدعم المملكة لليمن وترسيخ الدعم الأواصر والأخوة بين الشعبين، وأيضا إحداث الأمن الوطني. بمعنى آخر أنه وجود الطلاب، وجود مختبرات، معناته هناك استقرار للعملية التربوية، وهذا ما يدفع لنا أن طلابنا سوف يستفيدوا من هذه المختبرات على المدى السنوات القادمة. ومن هنا نكرر شكرنا للبرنامج لمتابعته الحثيثة ونزوله الدائم ومتابعة المشروع أولا وأول وشكرا. ويتميز هذا المشروع الأكاديمي النوعي الذي يهدف إلى صقل مهارات الطلاب العلمية ورفد المكتبة المركزية بجامعة عدن بالمراجع العلمية المهمة، وتأتيد مختبرات كلية الصيدلة والمختبر الجنائي بكلية الحقوق بتكلفة إجمالية تقدر 6 مليون دولار، تشمل أيضا تجهيز المكتبة الإلكترونية والقاعات الدراسية التي تسع ل 300 طالب وطالبة. هذا المشروع يخدم كلية الصيدلة الذي يبلغ عددهم 1000 طالب وطالبة، كما سيخدم طلاب كلية الطب والهندسة وطلاب الكليات الأخرى بجامعة عدن في كثير من المجالات. صلاح جليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن.